كورنيلي وشريهان بنتين مولودين في نفس السنة ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفة خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريهان زي الفرق ما بين برج القاهرة وبرج الأمل اللي في الطلبية في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر، شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق. لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهاردة من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو. نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي حيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاتنين، حيبقى يوم تاريخي وهما الاتنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما ولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. أيوة يا سو، إيه اللي مشيت ليه؟ كان لازم أمشي طبعاً عشان ما عودش أتفرج عليهم، البتاعة دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد زفتة، وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو، هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي، يلا قومي. والاقولك خليكي، ابعتيلي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قوليلي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه، أنا بجد غبية غبية. عايزة في السحب تتفصل زي دي؟ يا جماعة حد يلحقني. بابي الحقني، انا خبطت برتقاله بالعربيه. لا اي جاس مصره. وسعي كده. ايه وسعي ده، انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه حضرتك اللي عايزني؟ قوم اقفي. How dare you. I'm fine thank you. قوم اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي، انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مراتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل. اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند الراجل. اسكتي خالص، انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي، والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي، يعني كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، واللي هيرم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمه لك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبه له من عين التخين. الو، اهو قاعد قدامي، كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها، ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضو. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟
لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى، انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ عشان معاكم شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكم؟ ايوه يا فندم تمام. ليه؟ عايشين في غابه؟ يا زهران عمر يا فندم خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. على فكره خلاص بقى بره صحابي، ما ينفعش تعملوا كده. حرام عليكم، ايه الظلم ده؟ حرام عليكم. طيب روح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. على الحجز اتفضل. ظلم يا باشا. اتفضل يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. شريهان خالتي، خالتي بنتي يا شريهان خالتي. عامله ايه يا حاجه؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بنت ما تمسكي نفسك شويه، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. امسكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الظابط ده سكته ايه. لو سمحت مكتب البيل مامور فين؟ ايه ده استاذ عبد الله؟ ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبد الله؟ انا صباح اخت شاديه مرات عبد الحليم. هي شاديه اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبد الله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسالش. حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لمنايه صغننه كده؟ ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربياتي يا استاذ عبد الله؟ طبعا. ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق. وحسبي الله ونعم الوكيل. لا ست صباح انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضه بالظبط. قصدك البفته البيضه؟ ايوه بالظبط هي البفته البيضه. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير، اهي بردك زي اختي الصغيره. بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربيه. انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في القسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله، انت كمان كان ليك وحشه. طيب ما تيجي اجي فين يا اخوي؟ ها؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله؟ نيجي يا سعادته وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. لسه قدامي شويه يا سو.
انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي. مش مهم خلاص طز فيهم بقى، بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فكرة الجم اللي اديتيهولي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه، سمره؟ سماره. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو، باي. سو بقول لك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم ها. يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام. قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات. على كده يا بنت مقرشه ها، ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عيد واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيبي ورقك وتجيلي الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة امك. وحياة امي. اسفه يا عمي، اصل يعني الخضه بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركه للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدله دي ها؟ ربنا يعلي ما قصدك واشوفك في اعلى المراتب يا سي الاستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوه قوي الدعوه دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انا ساعه كده وهاجي لكم. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذه النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم دي، احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش شتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل، لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومرفوض علينا كده ليه؟ ما كلنا ولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي، لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. انت اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليكي السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو انت حامل. الحمد لله ان احنا بناكلكم يا بنت. قسما بالله على جنبك مجتمع السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش ادهم لك. اوعى ايه من وش. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بينا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. لا لا اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه؟ طبعا انت عندك حق تزعلي،
ما يصحش. بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت عايشة لوحدها، وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافي يا لبن؟ حليب يا قشطة. على ميعادنا النهاردة؟ بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدال. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني أمري. تعيش يا سي عبدال. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما تاخرش. باي باي يا سي عبدال. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه؟ ده الواد طيب وحته سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. خد جيب الهنا والشيف. ايوه امرتين ست صباح. اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني ياما. احنا لسه معاكوا في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك نيلي؟ عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر اوت اوف ذا بوكس. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف.
ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقاطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي، فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخص يا شيخه، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي. يعني يا بيت مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت. انت هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس، محتاج يرتاح، محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي مأخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قول لها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قليله الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى، لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي ميعاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانتي والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انتي لابساها دي. مقزعره؟ انتي عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم جاكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت اكلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، إذا كانت ردت عليك أنت شخصياً مش معقول، يعني دي قليلة الأدب، دي ما تربتش ربع ساعة. ما أنا بقول لك هي عصبية. لا 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 يا عمو، لا ما ينفعش بصراحة، عمالة تهزقك قدام الناس بصراحة، حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول، خليتك هزق. يا بنتي قلبها أبيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله.
أنا مكسوفة من روحي قوي. ظهر يا أخويا أن أنا تقلت عليك. أنت اللي مكسوفة؟ أنا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وإمتى؟ كلام مهم قوي. ملحوقة، استريح أنت بس يومين ثلاثة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيتي إلا استريح فيه، أنا هنزل الشغل فورا. سمعت الدكتور قال إن أنا كويس، ده غير سيبك من الدكاترة دي كمان. يعني أنا أول ما هنزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، أحسن دكتور في مصر، هيجي يتابع الحالة. لا تنزل الشغل إزاي وإنت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقولك هينزل الشغل، وأنا إن شاء الله من بكرة هنزل أستلم الشغل بإذن الله، وبعدين هراعي عمي وأديله الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. آه إذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبدالله. الله يسلمك. أنا هبقى عدي عليك في المكتب عشان أطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبدالله. سلامتك يا أخويا، ألف سلامة. الله يسلمك يا غالية. بعد إذنك. مع السلامة يا عمو، ألف سلامة. خد بالك من روحك يا سي عبدالله. شوف بكرة. الدواء في ميعاده يا سي عبدالله. وبعدها لك يا صباح. سبحان الله. يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجة باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعة انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه؟ احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجلة وساب لنا احنا الفلوس. بقولك ايه يا بتنتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بتنتي وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم واعرفك يعني ايه حقي. انت فاكراني هفايه ولا ايه؟ ده انا اكلك صح يا كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضربي. مين اللي قلت الادب يا بنت؟ لا لا انا ممكن اضربك. انا اللي ممكن اضربك من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي. ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه، خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس. يعني صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقة مقطوعة، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكوا هناك بالمرة. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر ايش معنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجلة. الله، انت مش قلتي مش فارقة معاكي المجلة؟ المجلة بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش انتوا داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. يلا سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايحه التحرير؟ هصاحبك بعدين. يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول واحنا جايين قدوره. لو سمحت ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. ها
هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي، مش معقوله انت كبرت قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده، يعرف ان جوه في شقق لباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا تعالوا تعالوا اتفضلوا يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقق لباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لو مؤاخذة، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده، صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبه طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسن. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليه يا خلبوس؟ عم بندق حبيبي. يا عم بندق عم بندق، هو الحمام شريهان نيلي؟ عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها، شريهان وعم بندق. احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابة دي موجودة هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابة دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انتي. سحلوبي، رد عليها. لمي نفسك يا بنت انتي. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده دبدوب؟ لمي نفسك يا دبدوب. طب عن اذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. ايه ده؟ ايه مش كده؟ مش صح يا بنتي؟ في ايه؟ عم بندق عم بندق، حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي. ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. طب بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقول لي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي، عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجله معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله الحمد لله، بيفوقوا يا جماعه. بس 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 بس، كلب وراح كلب وراح. خير الله خير الله، جبت العيش اللي لازم حاطته في التلاجة عشان التسقية. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش من الولاد دي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرتي يا نيلي.
أنا مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي جيب ولغز ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو تعمل إيه؟ هقعد. استني يا مال، المكان كله تراب. قرف ده يا حقرف. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعدي يا شوشو اقعدي. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهور اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربه قوي. مفيش حاجه هنا. مفيش حاجه هنا برضه. ما تحاولش. مفيش. اعمل لك كوبايه شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده. شكرا عم بندو، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخضنا تاني. فشكرا، مش عايزين حاجه، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندو يا لذيذ انت، في خزنه في المكان اللي احنا فيه ده؟ اكيد لا. اكيد لا، ولا تعمل زي عم عبد البواب. لا 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 لا، اكيد لا. اصلي انا بصراحه اللي فارش المكان ده حته حته مع جده، ولو كان جده جاب خزنه كان قال لي. اصل هو ما بيخبيش عليا حاجه ابدا خالص. جده بيحبني. انت بتحب المكان ده جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسيه. وبعد كده اقول لكم على حاجه بصراحه، انا ليا ذكريات جميله جدا جدا. تعرف اللوحه دي؟ مالها؟ انا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب، حطيته، رحت ماسك الدبشه قد كده، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا، قام جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا، جه في المسمار وعلقت اللوحه. امال انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصلا انا خايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ أكيد طبعا. أنت كمان هتعمل نفسك عارف إن في رقم سري؟ لا، أنا بقول أكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش إيه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين أنت؟ إيه اللي أعرف منين؟ أي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الأهلي وأفريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلصنا no problem. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جدو كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد تفضل.
ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه يا متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو فيها زفت مجلة. ايوه طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان، ما تقولش كنز، الفلوس، الذهب، whatever whatever، يعني البطل بتاعنا ماشي لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادرة تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعة، يمكن جده سايب لنا فيها رسالة زي اللغز اللي فات. صح والله انت عايشة في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجلة والقلم. هاتي ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وش دي لسه عمالة تقولي افلام؟ هاتي يلا. احنا شركة زي بعض، انا ممكن احل قطعة وانتي تحلي قطعة. بقولك ايه يا بنت انتي، انا مش ناقصة تفاهة وهيافة. هاتي المجلة بدل ما اخليك انتي قطعة. لا انتي هبلة بقى، انتي بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكتلك على طول. ولو مسكتيش هتعمليني ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجلة بدل ما اديك على وشك. لا 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 انتي كمان هتزعلي. ايه ده؟ انت كمان هتزعلي. ايه مكتب تنسيق يا اخي عيب. لا ولا بس ما تكلمش. مساء الخير، انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذه الله بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذه؟ بالك بدر. اهلا العم ذهب. اهلا اهلا العم ذهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كاو الله يرحمه مؤاخذه ما مات. اه عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جده؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. أكيد أنتوا بقى أحفاد مكاوي صح؟ واضح إن حضرتك ذكي ولماح. يبقى أنت بقى أكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح إن حضرتك ما عندكش تمييز خالص. أنا نيلي، واللي لابسة بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك، أنا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، أبقى أنا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. الله حلو. يلا يا بنات عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته متقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا يا بنات احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغزى؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا بنت لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات ابو خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول. لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. نمشي. سما بود. مع السلامه. عمود خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى. وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس
بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا ودمه خفيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي، ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي تنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليا نظره في البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعد صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد جدك الفلوس، وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا اجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ لا لا مش قادره، اي ونت بي، مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش. كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ اه صح، اه صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شيري تصحى بدري وطلعت الفلوس كلها. شفتي بقى؟ ياه طلعت خايفه عليك اهو. بطلي ظن بقى، انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دي رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخاني لوحدك، دي مشكلتك انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ اه في بس غاليه شويه. ادفع 150 جنيه هديك 500. لا لا لا, لا انا مش هستناكوا خالص، انا مش قادره استحمل. بابي العدد اتفضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون؟ امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون. لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي. حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز اخيرا اخيرا دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك ايه، معاكي انتي بكتيريا؟ انت هبله يا بنتي، وانا همشي بكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ انا ما قلتش بكتيريا. انت لمع باشا، لمع. لا لا بسكوتش، معلش المره الجايه. يعني انا مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه، المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع يا باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لونها؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء، انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه، هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني،
بس انا نفضت له عشان خاطري دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكلة انك تكلميه؟ مشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونه وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع ان هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذة. هيا هاني، ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها؟ أصور يعني ولا إيه؟ أيوة ما مشربهاش وسابقى لك أنت شربتين. بس يا عم أنت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. إيه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعًا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. يصح. إيه ده يا أبو الرجال؟ هو أنا ينفع أمتنع عن الإجابة طيب؟ هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك أنت في الآخر؟ أنت مش واثق في نفسك ولا إيه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده انت جبت تعزف على رجلي. معلش يا استاذه نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه اشوف لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي. افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتب عليه السقف اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من التواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق. Whatever. هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى. وافق بقى. وافق وافق والنبي. والحلو والنبي تبسم للنبي. للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه. بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما مستيفه عندي. مستيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان. وانت كمان. قالك ايه؟ قالك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي. عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني، مش فارق لي قوي. بقولك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبة. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك. وايه الجديد؟ علمت عليكي. بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه. ايه ده؟ سيف بقول لك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك سرنباق ولا بقلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم. احنا داخلين هنا ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. انا بعمل تن، حد يستعجلهن؟ عبد عزيز اقبضوا عليها.
لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا عبد؟ منوره، اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما حشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة؟ يالا مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تساليش على الزوز ولا حتى تسالي على خالتك. معلش بقى. ناسيه لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج اطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. امال طفله؟ مالك يا دفش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا. امورين يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تأخر يالا. اتفضل احمد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده معرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني، دي قنبله. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. اجري يالا. ايوه ليه يعني المسكه دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص. نيلي نيلي خدي يلا. ده بقى عبد عزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبيليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد عزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلعها، بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. اه امريني. الامر لله يا عبد عزيز، زي ما انا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا انت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيره بتاعتي؟ لا لا هو انا اقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شده شويه، وانا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتاذي. يرضيكي؟ انت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكره. ايه ده، هي اللي بتتكلم؟ اصل انا فاكر يعني الصوت سابق الصوره. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد عزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهوجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد عزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. اه جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده، نجيب هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر.
عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل، لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين بس انا هزبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ Do something. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ ده تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه وقولوا اه. شفته؟ عندها حق على فكرة، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي يا عمي كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟